دكتور ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ أنا دكتور شرف، أستاذ مساعد أمراض القلب في كلية طب السويس. أهلا بحضرتك. دكتور what do you think about cardio Alex this year؟ يعني هو طبعا cardio Alex كل سنة بيجمع لنا دكاترة القلب على مستوى الجمهورية. السنة دي في ظهور أكتر شباب الشباب اليونج كارديولوجيست اللي هم موجودين في العناية، اللي هم أول ناس بيقابلوا الحقيقة مريض القلب قبل ما يوصل للخبير أو الأستاذ. دول مهم قوي تعليمهم، دول بيتحكموا في اللحظات المهمة في حياتهم. طيب كنا عايزين نتكلم عن الوسائل الحديثة لفتح شرايين الشخص بدل العمليات الجراحية. بصي يا فرح، طبعا احنا حاليا مش قصه بس فتح شرايين عن طريق الاسطر، يعني دلوقتي في استبدال للجراحه في حاجات كتير، يعني مش بيخش مثلا بس نفتح الشريان بالاسطره، وده كان موضوع النهارده التوك ليه، احنا بنرفع الشريان المغلق عن طريق الاسطره بس، لا دلوقتي انا بغير صمام عن طريق الاسطره، بحط الصمام الاول. وفي دلوقتي اخبار عن ان احنا هنبتدي الصمام الميترالي عن طريق الاسطر، ان انا اعمل الصمام اللي فيه ارتجاع، ان انا يعني بعمله زي عمليه تدليس عن طريق الاسطر الميترال فالف كليبنج. فهي القصه دلوقتي بقت في استبدال للجراحه على مستويات عديده، يعني بقت الجراحه بقت اللاست تشويس او اخر خيار لمريض القلب، مش بس في القلب، في كل المجالات. بالظبط. ميرسي دكتور، كنت سعيده جدا بالدكتور، شرفت بيه معاك.